اللقب لهذا الفريق المدريدي. ليو التصوير، جول! صاروخية يا سلام، صاروخية يا سلام، قاتلة بكرة الأحلام، يعود برشلونة إلى الكرة المضمونة. هدف خرافي، بركان غليان في مدرجات ملعب الكامب نو، بكرة التلال، بكرة الشمال، غير معقول. بيدرو رودريغيز والكسيس سانشيز والبقية في حالة استرياء. برشلونة مشاهدينا الكرام يقوم بأول انفجار أمام كل الجمهور في هذه الديار. هدف عالمي، هدف غير عادي، على ما يقولوا ما يهم، خلي يقولوا اش يهم، من اللي يشكر واللي ذم. النتيجة الحالية الكتالونية، اللقب ينتقل من مدريد إلى برشلونة، واللي يرجع بكل قوة إلى الكرة المضمونة. هدف من عالم آخر، هدف خرافي، هدف التعادل في هذه الأوقات. صعبة هي الأوقات على دفاع برشلونة. جوان فران، طويلة منه لتياغو، تياغو فران من جديد، يحاول التوزيع، يعدي، يمشي، فران يوزع، ركنية على الفرقة الهاسمة. ثلاثة دقائق لعب منذ بداية الشوط الثاني، ثلاثة دقائق هجومية لفريق الأتلتيكو. جابي، جابي يوزع، جابي بالراس، جول! جول 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 جول! فعلا دياغو كودين، فعلا دياغو كودين، هدف الجدارة. أتلتيكو فريق الذهب في قلب برشلونة يقترب من اللقب. اشتروا مهارة يا أتلتيكو، يا لك من فريق رهيب، فريق عجيب، جمهور يعيش أجمل عيد. صمت رهيب يقيم هنا في مدرجات الكامب نو. حقيقة مشاهدينا الكرام، هدف غالي، هدف يقتل الكتالونيين في مقتل. هدف التعادل منذ البداية، لم نشاهد تيبو كورتوا. ثلاثة دقائق كلها هجومات، كلها أمور هجومية نارية للفرقة المدريدية، وهدف بالراس من القناص دياغو كودين.